زولا. قلبي انجرح ما عاد في شي يجرحه، صاير حجر. حجر حطيت قلبك مطرحه. الله، احيانا بيعلمونا الاسى، ها ممكن علاقات غراميه تحمل معنى الاسى لعلاقه بعدها. فعلا؟ ايه. انا لا. عن جد؟ لا، انا دائما ببدا من الصفر. حلو والله، حتى بصداقاتي بكل علاقاتي. ليش قلبك بعده طفل بمطرح؟ ما ادري ليش، يعني يمكن اهبل او يعني في نوع من السذاجه، بس هيدي السذاجه. برتاح يعني، بحس يعني اني مرتاح دائما الصفر، يعني بكل دائما، يعني انا اذا مثلا صديقه خانتني ما بتعامل مع الصديقه الثانيه بحذر. لانه انا خانتني صديقه قبل، ما عندكيش وهكذا يعني. يعني انا مع طارق بديت وكانه مثلا جوزني عمري 12 سنه، كانه ما عندي اي، يعني ما عندي تجربه وما عندي ماساه وما عندي اي مشاكل، ما عندي حذر. بكره كثير اني اتعامل بحذر عموما بحياتي. شغلي مهمه هيدي، فبدنا يعني نظبط لك. يلا عقبالنا يا مرمور. اذا عقبالك، اذا انت بس تقرر تعال قل لي. شكلي حابة يعني مش حاوصل على بيروت تقرر هالموضوع. والله مع انه ببيروت في بنات، في اكيد وين ما كان في شيء يعني، في خير وبركه وين ما كان. بس هو الشباب صاروا كثير معقدينها، هو الشباب اللي صاروا شوي سألة بموضوع جواز. هني سؤالة بالمطلق. اي هن بالمطلق يعني شوي، بس انه كثير صاروا يخافوا، والبنات بدهم حرام. العلاقات صعبة اصالة، العلاقات اصالة اي صعبة بين الناس عموما، وخصوصي بين الرجل والمرأة. بالوقت اللي انفتحت الامور صار في حريه، صار في مشكلة، صار في عزله اكثر، لانه الامور صارت مكشوفه اكثر، وبعض الامور اذا شوي مخبيه وفيها نوع من السحر والغموض بتبقى اجمل. هي حقيقه. الحب صار مكشوف اكثر وما عاد له هال لا سهل. يعني زمان كان حتى اللي بيحب واحده وعايز يشوفها كان بيستناها مش عارف فين. دلوقتي الدنيا التكنولوجيا خلت الموضوع اثنين كاشفين حالهم، وكل واحد عنده موقف من الاخر. هي حقيقه. هي حقيقه، يمكن هي تكون سبب. بس هو يعني انا شايف برضو ان الواحد لما بيحب بجد بيبقى الموضوع احسن من ان انت تبقى لوحدك يعني في الحياه عموما يعني. صحيح. انا كنت ضد فكره الجواز خالص. وخايف من الموضوع. طب احكي له ازاي. شكلك اتجوزت. انا اتجوزت ومراتي المفروض يعني جاي لنا بيبي ان شاء الله. الحمد لله. بس انت مش بتتكلم عن الحادث ده، عن وضع شيء ثاني. انا بتكلم ان في ناس قبل الجواز بتبقى خايفه من الجواز. الجواز. انت اتجوزت عن حب؟ انا اتجوزت عن حب. الحمد لله. مراتي يعني هي زميلتي معايا في كليه التربيه الموسيقيه، وانا اول ما شفتها قررت ان انا اخطبها يعني. ما كانش حتى بينا اي صداقات ولا اي حاجه. اتعرفت عليها، قعدت ارتب كده مع ناس صحابنا لحد ما عرفوني عليها، وكنت بكلمها تصور لي ورق وحاجات، قلت لها انا عايز اجي اخطبك. قالت لي بتقول ايه؟ قلت لها فكري في الموضوع كده وردي عليا. بعد اسبوع قالت لي خلاص تعالى البيت وكده. رحت وخطبت، وكنت مرعوب جدا انا ازاي اخطب حد انا لسه ما حصلش بيني وبينه اي حاجه. بالوقت وبالعشره بتفهم هي بالصدفه معاك. وبتلاقي الحياه مشيت بالصدفه. الحمد لله من حظك، والا كان ممكن يعني تكون ولا وقت ولا عشره. يعني في اشياء ما بتخلقها العشره. هو انا ساعات بحس ان الحب بيبقى حاجه اساسيه اللي بيدي دافع اكثر للشخصين ان هم يرتبطوا ببعض اسرع. لكن ساعات بيبقى في مثلا زي الناس اللي مش قادره لسه تبني نفسها، او لسه قدامها وقت كبير، بالذات كمان في الحاله مثلا بتاعه البلد، الانكم بتاعها. بتلاقي دايما الناس مستنيه، لا انا شويه، ده انا لسه. التجهيزات بتاعه الشباب نفسها، الشقق والحاجات دي بقت يعني فوق، فاهماني يعني، او بقت في حته مثلا تفكيرهم، لا انا لسه عايز ابني نفسي، لسه كمان هدخل على فرح وبيت وشقه وعارفه وحياه واسره ومسؤول عن اسرتي دي كلها جاهزه. هو المشكله فالولاد الشباب يروح راجع باكورد على طول، يرجع ورا. يعني هو المشكله انه الشباب والبنات مفكرين انه الزواج هو مشروع ما بعد ترتيبك. يعني انا بحس انه بالعكس، انا بحس انه مشروع الزواج هو البدايه. يعني انك تلاقي شريكك، او هو الاهل طبعا بيحطوا حاطين قوانين المفروض انه يعني شوي تخف. في اشياء كثير مفاهيم لازم تتغير، بس لانه مشروع الزواج هو مشروع كفاح، لازم يبدا، ممكن يبدا اذا مو من الصفر يبدو من الواحد، بس مو ضروري يبدو من السته. صح. لو فرضنا يعني المشوار هو 10، فيهم يبدو من الواحد، لانه هو هذا ميزته. يعني اليوم انا لما تجوزنا انا وطارق، انا تجوزت تقريبا كنت من الصفر او من تحت الصفر، لان تجوزت طارق كان عندي ديون، فيعني من تحت الصفر.
كتير كتير فكرة إنك تكافحي مع شخص وتخلقوا كيان، واشتغلنا أنا وهو يعني عم نكافح لحتى نعمل كيان هيك خاص فينا، كل شيء عنا له متعة. يعني حتى أول ما تجوزنا اقترحت عليه أو هو كمان اقترح أنه نعمل مشروع نبدأ صغير ويكبر، وكل شيء بدينا فيه من الصفر. يعني حتى من 6 سنين كنا ننام على فرشة على الأرض، بس فيها متعة يعني كل الأشياء البسيطة، وما كان حتى قادرين أنه حدا يجي يساعدنا أو يعني يتعاون معنا بالبيت أو إلى آخره. هي أشياء كلها بتخليك يعني أشياء صغيرة اليوم كتير منحسها مهمة، كتير هي اللي خلتنا نصير شخص واحد. فمشان هيك أنا بحس أنه مشروع الزواج هو مشروع كفاح، لازم تبديه من البداية مع الشخص نفسه. نجوز مروان بقى؟ لا مرمورة خلاص، صار معه مصاري وعنده سرير ما بده فرشة على الأرض. يعني عنده تخ قبل ما يسافر نجوزه. وغني لنا انت اغنيه حافظتيها لمرمور لالي لحدا ممكن نقول. شوف هي ايه منا انا اي بنجرب يلا. شو هي الديو الغنائي سوا؟ فاكر كلمه صراحه انا بدي اتذكره. الشباب عندهم فكره عنه؟ اي حاجه منهم. هي الطبقه لا مينور. كلنا بنعشق الورود وبنحب السلام، كلنا بنحلم لو نشوف دموع حزن وآلام، كلنا بنعشق الورود وبنحب السلام، كلنا بنحزن لو نشوف دموع حزن وآلام، كلنا مشاعرنا هي مشاعر إنسانية، مشاعر إنسانية، ولو دان الحب بينا الكون ده هيبقى جنة، وسعنا كلنا ولو دان الحب بينا الكون ده هيبقى جنة، وسعنا كلنا كل العرب هنا من مصر وأرضها فاتحين حضن المحبة للدنيا كلها يعني هذا اللي بتذكره.